شو؟ لحظة قربنا نوصل للمليونين مشترك وبعد ما عندي ولا أي فكرة فيديو لنصورها. ملي غرفتي بولين؟ ايه وليه ما بعزم علي متابعيني وشارك حفلة المليونين مشترك مع متابعيني؟ يلا بسرعة معش معي وقت ابدا، خليني بسرعة اروح اشتري اكبر عدد من البولين وجميع التجهيزات. يلا طعوا معي عالسوق، معش معي ابدا وقت. نزلت بسرعة السوق وقررت جيب جميع البولين اللي كانوا بالمحل وطلعوا 500 بالون وهيدا العدد كان جدا كبير بالنسبة للغرفة اللي بدي احطهم فيها. واهم شي رجعت رحت واشتريت الكيك المناسب. وحابب اذكركم انه بعد شوي رح نشوف ردة فعل متابعيني على المفاجأة اللي عملت لهم اياها، لأنه ردة فعلهم صدمتني. واخيرا يا جماعة فضيت ثلاث ارباع الغرفة ليكوا المساحة الكبيرة اللي عنا اياها هون. ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا القبح ما شاء الله. بعد دقيقة قليلة من الفيديو كل هيدي المساحة اللي شايفينها هون قدامكم رح تكون مليانة بولين. حاليا الساعة 11:39 دقيقة الصبح، ويلا طعوا معي لنبدأ نفخ بالبولين. لا انتو خليكم شوي هون، اوكي ارتاحوا وانا رح اشتغل. يلا خلونا نبدا. Are you crazy? Are you crazy? Is there something in your head? What is here? Pineapple? What is here? Apple? يا جماعة أنا الخي من ورا الكاميرا يساعدني بكيس أكيد. يلا ونسيت خبركم أنه بكل كيس في 50 بالون. ليكو يا جماعة صرنا نفخين نص كيس تقريبا. يلا انا هلا عم برتاح شوي، يلا تعالوا نرجع نكفي. ووو يا جماعة خلصت اول كيس اللي فيه 50 بالون. ليكو يا جماعة واو، هذا احساسي يا جماعة. هيدي أول استراحة باخدها من بعد ما خلصت كيس ونص من البولين، يعني تقريبا 70 بالون. هلأ حاليا الساعة 12:14 دقيقة، يعني تقريبا صلني أكتر من نص ساعة أنا وقاعد عم بنفخ بهود البولين. هيدا يا جماعة بيكون أصعب فيديو بعمله بحياتي فعليا، أصعب فيديو 500 بالون يا جماعة. أنا جنيت خلص معش فيه. انتاج مش لابس بامبرز، روح البس بامبرز يالا بلا كلام فاضي. يا جماعة أنا عم برتاح، لقيت بي هون قاعد وعم بينفخ بالبولين عم بيساعدني، لأنه يا جماعة الكمية اللي أنا جايبها مستحيلة. أكيد هلا أنا رح أقعد ورح أرجع كمان وكفي ساعد بي. يلا خليني أثبت الكاميرا هون، قول هاي. هاي شباب كيفكم؟ طب والصبايا بالفيديو شو عم بيعملوا؟ والصبايا أوكي يلا خلونا نكفي. ما بقدر أتناقش مع شخص جاهل، أنا فكري فائق. واخيرا يا جماعه ومع مساعده عائلتي بعد ساعتين قدرنا نخلص 500 بالون. واخيرا اعمل نفسك ميت. هيا دبريان.
من تحت. هاي 2 مليون هل يوفق يا وجه القرد؟ ما هي قطعة الوجه؟ لا لا هذا القرش طبعا كانها زحلفة مترملة الفاشل. ليكو المشهد الاخراج هي كله من البابا. قد ايه بتقيموا الكيك على 10 انا يا جماعه بعد ما دقته؟ فبدي اخد رايهم بركي مش طيب. 9.5 9 10 واو 10 100 على 100 اوه. شحتوني الوان مليون كمان كتير حلو. هلا 2 مليون انا الصراحه كنت عارفين انه حيكون في شيء لانه من 12 ونص الظهر انت عم تقلي تعب بسرعه وما بعرف شو فنايت اكيد في شيء وعلى الوقت انت عم تقل. اها يا جماعه نحن كل شيء عملناه بسرعه عشان هيك يعني ما قدرنا نخطط 100%. كمان وقت تقلي سيدي بعد نص ساعه بعد مش ملحق حتى انت وصلت لهون وانا بعدني ماني مخلص شيء. هل استغربت مني؟ وصلنا لنهاية هيدا الفيديو ان شاء الله تكونوا حبيتوه. ليكو يا جماعة بعتلي بوالين كتير فخبروني تحت بالتعليقات شو لازم اعمل فيهم. انا بالنسبة لي هيدي اجمل حفلة بعيشها بحياتي لانه كانت معكم. وما تنسوا يا جماعة اللي بعده مش مشترك بالقناة يشترك هلأ بسرعة لانه هيك بيكون عم بيشجعني. واهم شيء على 10 مليون في مفاجأة مش طبيعية. وهلأ بدي اودعكم بختام هيدا الفيديو. حضروا يا جماعة هودي الفيديوهات الباقية على القناة لأنه كتير حلوين. وهلأ أنا بشوفكن بالفيديو الجاي. باي.